وهلا هلا هلا باللي وفى وبقلبك دفى هلا بتال الصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اللي فات كان عن مكبوس الدجاج، فيديو النهاردة هيكون عن الدقوس او الصلصة اللي بتتقدم مع مكبوس الدجاج. يلا نبدأ. هنحتاج 4 طماطمات هنبشرهم بالمبشرة اليدوية وهنسيبهم معانا على جنب. هنحتاج ل4 فصوص ثوم هنبشرهم، وهنحتاج لمعلقة ملح وفلفل وشطة، وهنجيب حلة صغيرة ونحط فيها 4 معالق زيت كبار، وهنحط عليهم الثوم، وهنحط عليهم الملح والفلفل، ونسيبهم يتحمروا على النار شوية لحد ما الثوم يصفر. وبعد الثوم ما يصفر هنحتاج تقريبا 2 معلقة صلصة، وهنحتاج للطماطم المبشورة ونحطهم عليها لحد ما يبدأوا يغلوا. اول ما يبدأوا يغلوا هنحتاج تقريبا 400 ملي مية او 2 كوباية يعني، وهنحطهم عليهم لحد ما الطماطم تستوي كويس وتبقى مهروسة كويس. وبس، هي دي الطريقة، سهلة جدا وبسيطة، وهنقدمها مع مكبوس الدجاج، تتحط على الرز وتتحط على الفراخ وهتبقى حلوة جدا. لو ما شفتوش فيديو مكبوس الدجاج هتلاقوه في اللينك موجود فوق وموجود تحت في الديسكريبشن بوكس. يارب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.